محاضرة خواص المواد دنتال كومبوزيت اللي هو بالعامية نقولوا له الحشوة البيضاء. دايركت استاتيك ريستوراتيف ماتيريال أو ريزن فيلد كومبوزيت في النهاية كلها يعني عدة مسميات، لكن في النهاية كلهم يمثلوا اللي هي الدنتال كومبوزيت. في من يقول له دنتال كومبوزيت، في من يقول له دايركت استاتيك ريستوراتيف ماتيريال، في من يقول له ريزن فيلد كومبوزيت. في النهاية كلها عبارة عن الحشوة البيضاء، احنا بالعامية نقولوا له الحشوة البيضاء. It's restorative and aesthetic material that is basically used to restore anterior teeth. يعني هو عبارة على حشوة بتكون علاجية وفي نفس الوقت مظهرية أو جمالية، يعني من ناحية حشوة علاجية ومن ناحية جمالية. وعادة في البداية اخترعوها باش يستخدموها كحشوات للأسنان الأمامية. بالنسبة لي اللي هي requirement بتاع الايديال composite material، أول حاجة it should match the color of the tooth, translucency, refractive index, and it shouldn't stain or discolor. يعني خصائصها الضوئية مفترض أنها هي تكون مماثلة للخصائص الضوئية بتاع السن، من ناحية اللون، من ناحية الشفافية، من ناحية معامل الانكسار الضوئي، وكذلك ما تتصبغش وما تتلونش. It should be biocompatible with the bulb and the gingiva. يعني لازم تكون ما عندهاش أي تأثيرات عكسية على البلب بتاع السن وعلى اللتة. It should have adequate mechanical properties, strength, modulus of elasticity and wear resistance. لازم يكون عندها خصائص ميكانيكية كويسة من ناحية القوة، معامل المرونة ومقاومة التآكل. It should be insoluble in saliva and fluid. ما تدوبش في اللعاب وما تدوبش في السوائل اللي نحطه فيها في فمنا. It should have coefficient of thermal expansion similar to the tooth. يعني مفترض أن معامل التمدد الحراري متاعها قريب أو مماثل للسن، بحيث أن ما يصير لكش لو أن في فرق كبير قلنا إحنا ممكن يصير لك ليكج ومشاكل تانية اللي هي زي recurrent caries. It should undergo minimal dimensional changes. يعني بتصير فيها تغيرات من ناحية الأبعاد contraction أو expansion، لكن يكون يعني بسيط أو نجليكبل، يعني ما هوش يعني قيمة كبيرة اللي تأثر في الأداء بتاع المادة. It should retain a smooth surface. لازم السطح متاعها يقعد ناعم. It should be radio opaque to detect any underlying secondary caries. يعني في الإكس راي لما ناخد صورة إكس راي لسنة فيها حشوة بيضة تكون radio opaque، بحيث لو أن في أي تسوس تحتها نقدروا نحددوه. Ideally it should have chemical bond with enamel and dentin. وهذه قاعدة أساسية في أغلب المواد، المفترض أن أي مادة ميتالية تكون ارتباطها مع السن ارتباط كيميائي مش ارتباط ميكانيكي. هيستوريكال باك جراوند، يعني من ناحيه يعني بنجون نشوفوا الهيستوري بتاع الحشوات التجميليه. في عام 1930 سيليكيت واز ذا فيرست انفنتد استاتيك ماتيريال، بات اتس يوز واز ليميتد ديو تو بور بروبرتيز. يعني في عام 1930 اخترعوا ماده اللي هي السيليكيت، وكانت اول ماده يعني استاتيك، ماده جماليه، ماده تمشي مع لون السن، لكن استخدامها ولا محدود وما عادش استخدموها لان كانت فيها هلبه عيوب. After that glass ionomer and acrylic resin were used, but their use was also limited due to as a result of solubility and poor dimensional stability. بعدين اخترعوا مادة الجلاس اينومر وطلعوا مادة تانية اسمها اكريليك ريزن، ونفس الشيء كان عندهم مظهر كويس، لكن استعمالهم ولا محدود نتيجة عيوب معينة زي عيوب الدوبانية العالية بالنسبة للجلاس اينومر بور دايمنشنال ستابيليتي. يعني عادة الأكريليك ريزن يصير فيه شرنكج كبير وديسكالاريشن، فحتى هذه المواد استخدامهم ولا محدود. بعدين in early 1960s يعني في بدايات 1960 composite restorative material come out to overcome the drawback of the acrylic resin. في عام 1960 اخترعوا مادة الكومبوزيت أو الدنتال كومبوزيت اللي هو صلحوا فيه بعض الأخطاء أو العيوب بتاعت الأكريليك ريزن.
هذه صورة توضح اللي هو من عام 1950 كيف بدأ الاختراع متاع الدنتل كومبوزيت، ولعند 2010 شنو التحسينات والإضافات اللي ضافوها على المادة الأولية. Composite filling restorative material. Composite is a combination of two or more chemically different material with distinct interface separating the component. Each component including the interface has different properties and function. يعني كلمة composite في حد ذاتها حتصادفكم في عدة مجالات، حتصادفكم حتى في الهندسة وفي الكيمياء. كلمة composite في حد ذاتها هي عبارة على مزيج أو خليط ما بين زوز مواد أو أكثر يكونوا كيميائيا مختلفات على بعض، ويكونوا مرتبطات بمادة يقولولها أو distinct، بيكون بيناتهم يعني مادة رابطة، بتكون بيناتهم مادة رابطة. و each component including the interface، وكل مادة بالإضافة للمادة الرابطة عندها خصائص معينة وعندها وظائف معينة. يعني كلمة كومبوزيت هي مزيج أو خليط لزوز مواد أو أكثر تضمهم مادة رابطة، وكل مكون عنده خصائصه وعنده وظائفه. Dental composite come in paste form consisting of inorganic fillers dispersed in organic fillers أو organic matrix. يعني dental composite يجي عادة حاليا متوفر في صورة paste في صورة معجون، ويتكون من inorganic fillers يعني مواد مالئة وبتكون غير عضوية، وبتكون منتشرة في مادة نقولولها الماتريكس، زي ما نقولو احنا الأرضية أو القاعدة بتكون اسمها ماتريكس، وعادة تكون مادة عضوية، وبعدين الفيلرز يكون متوزع في المادة العضوية هذه. Initially, dental composite was developed as aesthetic restoration for anterior teeth. However, modification of the material have extended its use to posterior restoration. يعني في البداية بكل أول ما اخترعوا طلعوا مادة dental composite طلعوها وكأنها أن هي مادة علاجية وتجميلية للأسنان الأمامية. بعدين بالوقت ضافوا فيها تحسينات وإضافات خلت استعمالها بدأ متنوع، بدأ حتى يستعملوا فيها كحشوات للأسنان الخلفية فيها بالإضافة لعدة استخدامات تانية. Composition حنجو على التركيبة امتاعها. أول حاجة Organic Matrix و Inorganic Fillers و Coupling Agent Polymerization Inhibitors Ultraviolet Stabilizers و Pigment. يعني هذه المكونات الأساسية امتاعت Dental Composite. بنجو على كل واحدة، حنبدو بهذا الشكل يبين لك أن اللون البودري كقاعدة اللي هي عبارة على الريزن ماتريكس، الريزن ماتريكس والحبيبات المنتورة فصتها هذه عبارة على الانورجانيك فيلرز، والحبيبات هذه متغلفة بمادة نقولولها كابلينج ايجنت أو اللي هي المادة اللاصقة أو المادة الرابطة اللي تربط ما بين الفيلرز وتربط ما بين الماتريكس، بالإضافة إلى المواد الأخرى اللي هي ستابيلايزرز والبيجمنت والإنهيبيترز و كده حاجة. لكن بيزيكلي الدنتال كومبوزيت يتكون من الماتريكس ان اورجانيك ماتريكس وان اورجانيك فيلرز والكوبلينج ايجنت. حنجو على الاورجانيك ماتريكس. اول حاجة the matrix is basically consists of high molecular weight monomers أو oligomers and dilutant which is low molecular weight monomer. يعني الماتريكس عبارة على مواد عطوية مكونة من جزيئات عالية الوزن نقولولها monomers، والmonomers لما يتستفوا في جنب بعض ويكونوا chain أو سلسلة نقولولها oligomers. بهي يعني بتتكون أساسا من جزيئات عالية الوزن الجزيئي أو مواد عالية الوزن الجزيئي اللي هي المونيمرز، وبيكون في معها دالوتنت اللي هي المواد المخففة، اللي هي عبارة على مونيمرز لكن وزنها الجزيئي صغير، مونيمرز لكن الوزن الجزيئي متاعها صغير. The principal high molecular weight monomer are either يعني أكثر مونيمرز حنلقوهم في الدنتال كومبوزيت، أكثر في عنا عدة أنواع من المونيمرز، لكن المونيمرز الشائعة في الماتريكس متاعت الدنتال كومبوزيت اللي هي بيسفينول اي جلايسيدال ميتاكريليت او اختصارا بيز جي ام اي او نون او كذلك يعرفوه باسم باون ريزن، وكذلك اليوريتران داي ميتاكريليت او اللي هي اليو دي ام اي. هادو هم اكثر
يعني حتلقوهم في جميع الماتريكس متاعت الكومبوزيت. يعني الكومبوزيت عنا عدة أنواع، الدنت الكومبوزيت عنا عدة أنواع. الأورجانيك ماتريكس حتلقوا فيها أساساً البيزي جي ام اي واليو دي ام اي، بعدين تلقوا مونيمرز تانيات مختلفات، لكن هادو اتنين هما الأساسيات اللي حتلقوهم في كل دنتل كومبوزيت أياً كان النوع متاعها. هذه الشكل الكيميائي متاع المونيمرز. في عنا البيز جي ام اي وفي عنا يو دي ام اي، هما اساسيات، وفي عنا انواع تانية اللي هي تيجما وفي هيما وفي عنا ام اي وفي عنا ام ام اي وفي عنا بيز دي ام اي، لكن الاساسيات اللي هي بيز جي ام اي واليو دي ام اي. These monomers are superior than methyl methacrylate. البيز جي ام اي واليو دي ام اي واليو دي ام اي افضل من الميثايل ميثاكريليت. قلت لكم في البدايه بكل طلعوا الاكريليك ريزن، الاكريليك ريزن المونومر اللي موجود فيه اللي هي الام ام اي اللي هي الميثايل ميثاكريليت. فبعدين لما تطوروا بدوا يستخدموا بدل الميثايل ميثاكريليت استخدموا البيز جي ام اي واليو دي ام اي. علاش؟ لانهم افضل من الميثايل ميثاكريليت من ناحيه شني. اول حاجه عندهم لور بوليمرايزيشن شرينكج، يعني الانكماش بعد عملية البوليمرايزيشن يكون صغير. كلمة بوليمرايزيشن ولا حتكون شائعة هلبة في مادة الكومبوزيت. شن معناها؟ معناها أن المادة تتحول من الصورة المرنة للصورة الصلبة، يعني أن هي عملية البوليمرايزيشن عملية السيتنج، يعني لما يصير له سيتنج ونقول عليه بوليمرايزد، لما يصير له سيتنج ويجمد ويولي مادة صلبة نقول عليه بوليمرايزد. فبعد بعد البوليمرايزيشن بيصير فيه شرينكج. فالميتايل ميتاكريليت لقوا أن الشرينكج اللي يصير فيه بعد عملية البوليمرايزيشن كبيرة هلبة، لكن البيز جي ام اي واليو دي ام اي عندهم اقل شرينكج. هذه الميزه الاولى اللي تميزهم على الميثايل ميثاكريليت. الميزه الثانيه لور فولاتيليتي، يعني التبخر متاعهم ماهوش كبير زي الميثايل ميثاكريليت. ستيفر وسترونجر ريزنز، يعني يعتبروا ريزن او ماده يعني صلبه، ماده صلبه وماده يابسه. ورابيد هاردنينج، يعني يصير فيه التجمد والتحول لانه هو لصوره ماده صلبه بطريقه اسرع. اليو دي ام اي ار سوبيريور ذان بيز جي ام اي. لو اننا بنقارن البيز جي ام اي واليو دي ام اي نلقى ان اليو دي ام اي افضل من البيز جي ام اي من ناحيه شني، انه هو عنده لور فيسكوسيتي، يعني اللزوجه بتاعته اقل، ولور ووتر سوربشن امتصاصه للماء اقل، وجريتر تفنس يعني الصلابه بتاعته كبيره، ومور سسبتبل تو لايت كيورنج يعني حساس اكثر للضوء من البيز جي ام اي. واحنا ماده الحشوه البيضاء تعتمد على اللايت باش نحولوها من الصوره المرنه للصوره الصلبه. فاليو دي ام اي سنسيتيف اكثر، حساسه اكثر للضوء من البيز جي ام اي. عاده يضيفوا في اليو دي ام اي البيز جي ام اي لزوجتها عاليه هلبه، فيضيفوا في البيز جي ام اي باش تنقص من اللزوجه امتاعت البيز جي ام اي. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه باش تقلل امتصاص الماء، ومن ناحيه ثالثه لان استجابتها للضوء اكثر من استجابه البيز جي ام اي للضوء. هم اثنين يستجيبوا للضوء، لكن اليو دي ام اي استجابتها أكتر. حنجي على الدايلوتنت. الدايلوتنت they are low molecular weight monomers which are included in the dental composite formulation to reduce the viscosity of the material to enable proper blending of the filler and facilitate the clinical manipulation. يعني الدايلوتنت اللي هي المواد المخففة، المواد المخففة للزوجة البز جي ام اي واليو دي ام اي، يعني هي مواد مونيمرز، حتى هي مواد عضوية ولكن وزنها جزيئي صغير. نضيفوا فيها للدنتل كومبوزيت لغرض شني، غرضين. الأول حاجة reduce viscosity of the material، يعني نقص اللزوجة امتاعت المادة بالذات لزوجة البيز جي ام اي، وبالتالي لما نقص اللزوجة يبدأ الانكوربوريشن امتاع الأدر ماتيريال، يعني إضافة ودمج المواد الأخرى زي الفيلرز وزي البيجمنت وزي المواد التانية أسهل.
باهي يعني تنقص اللزوجة باش تسهل إضافة ودمج المواد الثانية في الأورجانيك ماتريكس. والنقطة الثانية فاسيليتيت كلينيكال مانيبيوليشن، كذلك تسهل علي أنا كطبيبة أنني نتعامل مع مادة الكومبوزيت ما تبداش لزجة هلبة ويابسة هلبة، يعني تسهل عملية المانيبيوليشن استعمال مادة الكومبوزيت للطبيب. هذا بالنسبة للأورجانيك ماتريكس. كملنا حنجي على الانورجانيك فيلرز اللي هي they are several material that can be used as a filler such as quartz, aluminium, lithium, silicate, barium, silica. يعني في عنا عدة مواد مالئة، كلها inorganic، يعني بتكون زي الكوارتز زي الليثيوم زي السيليكيت زي الباريوم، يعني عدة أنواع. The role of inorganic fillers in the dental composite. شنو وظيفة الفيلرز في الدنتال كومبوزيت؟ أول حاجة improvement of the mechanical properties such as hardness and compressive strength. دي ما احنا من المحاضرات السمن تعرفنا أن مادة الفيلرز دي ما وظيفتها تحسن الميكانيكال بروبرتيز من ناحية الهاردنس والسترينث. هذه دي ما قلت لكم النقطة بتمشي معاكم. ثاني حاجة reduction of coefficient of thermal expansion، تنقص معامل التمدد الحراري بتاعت مادة الكومبوزيت، يعني نوعا ما تحاول ان هي تقربه لي معامل التمدد الحراري بتاع السن. ثالث نقطة refraction of the color of the surrounding tooth structure which contribute to the aesthetic، يعني تعكس الضوء، يعني لما يجي عليها الضوء بتعكسه لي أنسجة الأسنان المحيطة بها وبالتالي تساهم في عملية الاستاتيك، يعني ما نحسوش أن الحشوة البيضاء حاجة صناعية واضحة، يعني تساهم في توزيع الضوء وانعكاس الضوء. Reduction of the polymerization shrinkage، تنقص من عملية الانكماش اللي يترافق مع عملية البوليمرايزيشن. Less heat in polymerization، تنقص كذلك الحرارة اللي ممكن تنتج أثناء البوليمرايزيشن. If barium is used in the composite، يعني لو استخدمنا الباريوم كفيلر في مادة الكومبوزيت بيكون راديو أوبيك، بيكون يعني بيخلي الكومبوزيت يبان في الإكس راي كراديو أوبيك، يعني يخلي الكومبوزيت يبان وكأنه راديو أوبيك. هذا شكل الفيلرز. عندنا عدة أنواع، في عندنا ماكرو يعني الفيلرز حجمها كبير، في عندنا سمول بارتيكلز حجمها صغير، في عندنا الهايبريد اللي هو مزيج ما بين الحجم الكبير والحجم الصغير، وفي عندنا المايكرو اللي هو يكون دقيق هلبة يعني حجمها صغير ودقيق هلبة. حنجي على الفيلر بارتيكل سايز وشيب، يعني الشكل امتاع الفيلر والحجم امتاع الفيلر. حنجي على الكونفنشنال ماكرو فيل دنتال كومبوزيت. كلمة كونفنشنال معناها التقليدي، او اول حاجة طلعوها، اول حاجة طلعوها في الكومبوزيت سموه الكونفنشنال اللي هو التقليدي او الاول، بيكون يحتوي على 20 الى 30 مايكرومتر سفيريكال بارتيكلز اند لارج ريجولار بارتيكلز. يعني الفيلرز بيكون حجمها من 20 الى 30 مايكرومتر ويكون شكلها دائري بالإضافة إلى حبيبات أخرى أو جزيئات أخرى بيكون ريجولار شيب، يعني شكلها عشوائي ما لهاش شكل معين. الأدفانتج مميزاتها large irregular particle have better mechanical retention to the matrix، يعني كل البارتيكلز اللي حجمها كبير والريجولر يعني مش منتظمة بترتبط كويس مع الماتريكس. لكن في عيوب للconventional macrofill dental composite، اول حاجة more discoloration and staining tendency، يعني عنده قابلية ان هو يتلون ويتصبغ، عنده قابلية ان يتلون ويتصبغ. العيب الثاني difficult finishing and polishing، يعني عملية التنعيم بتاعها والبوليشنج والتلميع بتاعها بتكون difficult، يعني السطح بتاعها ديما رف، السطح بتاعها مهما تحاول انك انت تنعمه حيكون رف. And due to drawback of the macrofilled composite current types of composite use smaller particle size، يعني نتيجة العيوب هذه اللي طلعوا اللي صارت في الماكروفيلد كومبوزيت طلعوا أنواع تانية استخدموا فيها حجم أصغر للبارتيكلز. قلنا الكونفنشنال أول نوع طلعوا في الكومبوزيت، فطبيعي ديما أول نوع بتطلع فيه عيوب، بعدين يبدو يطلعوا أنواع تانية اللي هي يتحاولوا يتغلبوا فيها على العيوب الأولى. الأنواع الثانية اللي هي تستعمل smaller particle size، في عندنا نوع
كومبوزيت فيه فاين بارتيكلز حجمها من 0.5 ل 3 مايكرومتر، وفي عندنا كومبوزيت فيه مايكرو فاين بارتيكلز اللي هي حجمها 0.04 ل 0.2 مايكرومتر. مميزاتهم هما النوعين هادو، it give lustrous surface on finishing، يعني لما بندير لها التلميع وفينيشنج السطح متاعها بيكون لامع وبطريقة قريبة من السن الطبيعية. disadvantage، العيب متاعها it's technically difficult to add large quantities to the fluid organic matrix because the filler have large surface area and act as a thickening agent. Maximum filler make up about 25% by volume, thus poor mechanical properties. طبعا نتيجة أن البارتيكلز هذه الحجم بتاعها يعتبر صغير وعندها مساحة سطح عالية هلبة، فصعب أن احنا نضيفه كميات كبيرة من الفيلر للأورجانيك ماتريكس. أقصى مقدار نقدر نضيفوه من الفيلر للأورجانيك ماتريكس 25%، يعني 25% من الماتريكس يعني نحطه، يعني بيكون فيها فيلرز فقط، فبالتالي مقدار الفيلرز شوية. طالما أن الفيلرز مقدارها بسيط معناها الميكانيكال بروبرتيز بتتأثر، لأن احنا قلنا الفيلرز مسؤولة على تحسين الميكانيكال بروبرتيز. كل ما يزيد مقدار الفيلرز كل ما تتحسن الميكانيكال بروبرتيز، لكن هنا مقدار الفيلر ضعيف هلبة 25%، فبالتالي الميكانيكال بروبرتيز بتاعته ضعيفة. To overcome this، باش نتجاوزوا النقطة هذه، في حاجة يقولولها pre-polymerized fillers اللي هي عبارة على organic fillers. They are added into the matrix that already contain microfillers. So the inorganic fillers was increased in microfine particles up to 32-50% by volume. وباش نتجاوزوا النقطة هذه أن مقدار الفيلر في الفاين والمايكروفاين كومبوزيت مقدارها بسيط، ضافوا أورجانيك فيلرز، ضافوا أورجانيك فيلرز اللي هي اسمها بري بوليمرايزد فيلرز، ضافوها للماتريكس اللي هي أوريدي تحتوي على 25% من المايكروفيلرز، وهيك رفعوا النسبة من 25% وصلوها إلى 32 أو 50%، يعني تراوحت توا نسبة الفيلرز وصلت لعند بدت من 32 ل 50%. النوع الثاني اللي هو يعني من الفيلرز، عرفنا اللارج بارتيكلز وعرفنا الفاين والمايكروفاين، حنجو على الهايبرد فيلرز. كلمة هايبرد معناها مزيج، معناها مزيج. It's a mixture of fine and microfine fillers, so it combines the advantage of both high mechanical properties provided by the fine filler particles and the good surface area provided by the microfine filler particles. هنا دمجوا النوعين، حطوا الفاين وحطوا المايكروفاين مع بعض في نفس الكومبوزيت، وهيك دمجوا مميزات اثنين. يعني النوع هذا الهايبرد اللي هو مزيج ما بين الفاين والمايكروفاين، باش ندمجوا مميزات الفاين مع مميزات المايكروفاين. ناخذ انا لما نحط الادفانتج يعني نتاع الهاي ميكانيكال بروبرتيز اللي هي تعطيها الفاين فيلرز مع الجود سيرفيس فينيش اللي يعطيها لي المايكروفاين فيلرز. الهايبرد كومبوزيت يحتوي على مقدار كبير من المايكروفاين فيلرز حوالي 70%، يعني نسبة هنا الفيلرز في النوع الهايبرد كومبوزيت كبيرة هلبة. النانو فيلرز كومبوزيت، the filler are either nanomers أو nano clusters. يعني هنا الفيلرز بدي حجمه ما عادش مايكرومتر، بدي حجمه بالنانومتر، يعني حجمه بدي أصغر بشكل أكتر من المايكرو. النانومرز are individual spherical silica nanoparticles، يعني عبارة على مادة السيليكا ويكون شكلها دائري والحجم متاعها من 2 إلى 75 نانومتر in size.
whereas the nanoclusters are spherical agglomerated silica and zirconia particles. لما نقول nanoclusters يعني زي التجمعات من النانو فيلرز اللي هي ما بين السيليكا والزيركونيا، يعني عبارة على تجمعات لفيلرز بيكون حجمها نانو زي السيليكا والزيركونيا. بالنسبة للبارتيكل سايز بيكون 5 إلى 20 نانومتر، يعني حجم الفيلر بيكون من 5 إلى 20 نانومتر. هنا حجم الفيلر في حد ذاته، لكن حجم الكلاستر، حجم يعني زي ما نقول التجمع، بيكون من 0.6 إلى 1.4 ميكرومتر، يعني حجم تجميعة أو يعني تجميعة الفيلرز بيكون حجمها الكلاستر بيكون حجمها من 0.6 إلى 1.4. لكن كل فيلر لو أننا بنجي نشوفها على حدة نلقى حجمها من 5 إلى 20 نانومتر. مميزات النانو فيلرز في الكومبوزيت، اول حاجه عندها هاي ترانز او النانو فيلر كومبوزيت هاي ترانسليسنت ماتيريال، يعني ماده شفافيه متاعها عاليه، هاي ميكانيكال بروبرتيز بيكوز اوف هاي فيلر كونتنت بيكون حوالي 78.5%، يعني كذلك الميكانيكال بروبرتيز متاعتها كويسه لان نسبه الفيلر كبيره هلبة واصله ل 78%. Reduced polymerization shrinkage بتنقص عملية الانكماش اللي يترافق مع البوليمرايزيشن. ليش؟ لأن هنا عندنا نسبة فيلر كبيرة هلبة، وقلنا احنا من ضمن وظائف الفيلر أنه هو ينقص الشرينكج. And restoration has and maintain smooth surface، يعني سهل أننا نسقل الريستوريشن ونعطيه وندير له finishing وبولشنج ويحافظ على smooth surface امتاعه لفترة أطول. Nano hybrid composite هنا this type of dental composite contain large particle من 0.4 إلى 5 micrometer and added nanometer size particles. So they are nano hybrid. They are not nano or true nano filled composite. هنا لاحظ كلمة nano or hybrid. يعني قلنا احنا كلمة hybrid معناها مزيج. معناها في عندي fillers حجمها nano size وفي عندي fillers حجمها حجم تاني. وقال لك انه هو this type of composite contain large particles. يعني في حجم كبير اللي هو 0.4 إلى 5 micrometer وcontain nano بارتيكلز اللي هي في حجم النانو. وهذا علاش اسمه نانو هايبرد، ما نقولش عليه نانو فيلر. النانو فيلر كل الفيلرز يكون حجمها في النانو سايز، لكن النانو هايبرد في عندي فيلرز حجمها في النانو سايز وفي عندي فيلرز حجمها في المايكرو سايز. حنجي على الكابلينج ايجنت المكون الثالث للدنتال كومبوزيت. تكلمنا على الاورجانيك ماتريكس، تكلمنا على الان اورجانيك فيلر، حنجو نتكلموا توا على الكابلينج ايجنت. In order to reinforce polymer with organic fillers it's important that the two components are bonded together. يعني باش أنا نربط ما بين الأورجانيك ماتريكس من جهة والإن أورجانيك فيلرز من جهة تانية لازم نستخدم اللي هي مادة تربط بيناتهم هما اتنين. To achieve this fillers must be treated with coupling agent. باش نتحصل على الرابطة هذه لازم الفيلر يتغلفوا أو يتعاملوا بمادة معينة أو يتغلفوا بمادة معينة نقولولها الكابلينج ايجنت، يعني نغلفوا الفيلرز بمادة يقولولها كابلينج ايجنت اللي هي فينايل سيالين كومباوند. فينايل سيالين كومباوند هو هذا الكابلينج ايجنت. The coupling agent have two functional groups. يعني groups. يعني لو أنا بنجي نشوفها من ناحية كيميائية حنلقى عنده اللي هو حنلقى عنده نهايتين. نهاية عضوية تتفاعل مع الأورجانيك ماتريكس وتربط وتشد مع الأورجانيك ماتريكس، ونهاية غير عضوية اللي هي تتفاعل مع الإن أورجانيك فيلرز وتربط مع الإن أورجانيك فيلرز. يعني عنده نهايتين. الأورجانيك إند ترتبط مع الأورجانيك ماتريكس والإن أورجانيك إند ترتبط مع الإن أورجانيك فيلرز، وهيك نكون ربطت ما بين الفيلرز والماتريكس بالطريقة هذه. حنجي على الرول اوف ذا كابلينج ايجنت. وظيفة الكابلينج ايجنت اول حاجة ترانسفير ستريسز فروم ذا ويك ريزن انتو ذا سترونج فيلرز، يعني تنقل ستريسز اللي تتكون في الماتريكس الى الفيلرز لان الفيلرز قوية وتتحمل ستريسز هذه والماتريكس ضعيفة ما تتحملهاش.
فهي تمتص الستريسز هذه وتنقلها من الماتريكس الى الفيلر. ثاني حاجه بريفنت ووتر سوربشن اند بنتريشن، يعني تمنع اختراق الماء ما بين الفيلر وما بين الماتريكس وتمنع امتصاص الماء، تمنع امتصاص الماء. وهيك تكون محاضرة هذه انتهت.